مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية بدأت صورة العرب تتغير. ثلاثة أمور كانت وراء هذا التغيير: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي انحازت فيه الولايات المتحدة بشكل واضح إلى إسرائيل، وحصار النفط العربي في السبعينيات الذي أغضب الأمريكيين حين ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا، والثورة الإيرانية التي زادت نسبة التوتر بين العرب والأمريكيين. هذه الأحداث الرئيسية الثلاثة أدخلت الشرق الأوسط إلى منازل الأمريكيين، ومعا ساعدت في تشكيل الأفلام التي تبث الصور النمطية عن العرب والعالم العربي. العرب كاريكاتير ذو بعد واحد، فهم يعدون مخلوقات كرتونية معدة ليستخدمها صانعو الأفلام مخزنا للأشرار وسببا للفكاهة. وهكذا مرة تلو الأخرى نرى العرب في الأفلام كمهرجين، وهدفهم الوحيد الضحك الرخيص. ومرة تلو الأخرى يصورون العرب من جديد على أنهم حمقى، ففي فيلم مثل أكاذيب حقيقية لا يعد العرب خطيرين فقط بل غير أكفاء أيضا. $2 million of your people will die instantly. What key? That key! Who's taken the key? كل الصور النمطية موجودة هنا، أثرياء جدا لكنهم لا يعرفون قيمة المال. وبالطبع هو شهواني جدا وفاسق ومهووس جدا بالنساء الأمريكيات. Here my desert blossom. Keep the change. إذن النمط الآخر هو العرب الفاسقون. أكثر من 300 فيلم ونحو 25% من أفلام هوليوود تحقر بطريقة ما العرب وتتضمن قطحا مجانيا، أو يصورون العرب على أنهم مصدر فكاهة رخيصة جدا. فالأفلام تظهر الفلسطينيين على أنهم إرهابيون وأنهم كلهم أشرار. الآن نشرت هذه الصور بواسطة أفلام هوليوود منذ فيلم الخروج، وهو عن بداية الصراع، وفيه نرى الفلسطينيين إما غير مرئيين أو مرتبطين بالنازيين أو يقومون بالأعمال الإرهابية. فيلم عام 66 كاست أ جاينت شادو هو فيلم قديم آخر يظهر الإسرائيليين كضحايا أبرياء للعنف الفلسطيني. فكورت دوغلاس اختصاصي عسكري أمريكي يذهب لمساعدة الإسرائيليين، ويبدو بعض الحوار في هذا الفيلم كأنه يخرج مباشرة من قسم العلاقات العامة في الحكومة الإسرائيلية. في هذا الفيلم يبدو الفلسطينيون أدنى من جميع المخلوقات، لا نراهم سوى أشرار يحملون البنادق أو مجانين. هم مستعدون لقتل أي أحد في أي مكان وفي أي وقت ولأي سبب. الصورة الأكثر وحشية هي صورة حافلة تحترق وامرأة يهودية مربوطة على جانبها ومحفور على ظهرها نجمة داود. وأخيرا حين يتكلم الفلسطينيون في هذا الفيلم فهم يفتحون فمهم للسخرية من امرأة أخرى مربوطة إلى الحافلة وإرهابها. السياسة وهوليوود مرتبطتان،
وتعزز إحداهما الأخرى. فالسياسة تعزز الصور الخرافية، والصور الخرافية تعزز السياسة. يقول جاد فالنتي رئيس شركة موشن بيكتشرز أسوسيشن أوف أمريكا، واقتبس: واشنطن وهوليوود تنبعان من المصدر ذاته. أحد الأسباب التي تمنعنا من التعاطف مع أي فلسطيني على الشاشة الفضية يعود إلى منتجين إسرائيليين هما مناحيم جولان ويورام جلوبوس. أسس هذان المنتجان شركة أمريكية اسمها كانون، وخلال 20 عاما أنتجا 30 فيلما على الأقل تهين وتحط من قدر جميع العرب ولا سيما الفلسطينيين. حتى إنهما أنتجا فيلما يدعى فرقة الجحيم، يظهر فتيات فيغاس يهزمن العرب في وسط الصحراء. والأمر نفسه ينطبق على نظرة هوليوود للمرأة العربية. المرأة العربية اليوم لامعة وذكية، وهي تبرع في جميع المجالات، وعلى الرغم من هذا يتم تجاهل هذا الواقع على الشاشة الفضية. لقد رافقتنا صورة الراقصة الشرقية المثيرة منذ بداية تاريخ هوليوود، ومستوحين من الصور القديمة للشرق على أنه مكان غريب وغامض ومليء بالشغف. لكن في الأعوام الحديثة تغيرت هذه الصورة تغيرا كبيرا. اليوم تصور المرأة العربية على أنها إرهابية. وأضف إلى هذه الصورة صورة النساء المغطيات بالأسود، أي النساء المحجبات الموجودات في الخلفية في الظلام الخاضعات. يبدو أنه كلما تقدمت المرأة العربية ازداد حبس هوليوود لها في الماضي. حاول أن تشاهد بعض أكثر محطاتنا الدينية شعبية. الإسلام دين نحو 2 ملياري شخص يزداد عددهم 15 مليونا كل عام. كل شبكة إرهابية مهمة في العالم تقريبا تقودها مجموعة من المتعصبين المسلمين. كما رأينا أن الإسلام دين يعلم الإخضاع العنفي لكل شخص غير مسلم، وهو يعد الإرهابيين بالجنة ويجعل الأعمال العنيفة أمرا يحبه الله. تذكروا أنه حين انتشرت أخبار التفجيرات سارع المعلقون والسياسيون والجميع تقريبا إلى إصدار الحكم دون أي براهين. علمت السي بي اس من مصادر حكومية أن هذه التفجيرات تحمل شكل إرهاب الشرق الأوسط. يبدو أن تفجيرات أوكلاهوما تحمل علامة مألوفة، ارتكبت بهدف إحداث أكبر قدر من الأذى، وهذا يحمل علامة الشرق الأوسط. قوة هذا الانفجار في أوكلاهوما سيتي دفعت المحققين لاعتبارها تحمل الطابع الشرق أوسطي. علمنا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد طلب من الجيش الأمريكي تزويده بنحو 10 أشخاص يتحدثون العربية لمساعدتهم في التحقيق. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order.
leader, you are with us.